عارف الجهاز اللي انت قاعد عليه ده ايه؟ ايه؟ ها؟ ايه؟ كهربا؟ قولي. ده جهاز كشف الكذب. وعايز اقول لكل الاهالي، اي حد ابنه بيضايقه او بيكذب عليه زي احمد وعايز يعرف الحقيقة، يا ريت تجيبه لي هنا وانا هقعده على الجهاز ده وهنعرف كل حاجة مع بعض. اسمك ايه؟ احمد محمد الحرب. عندك كم سنة؟ 8. عندك اخوات؟ قد ايه؟ اختي لمار بس؟ وفي اخوات تانية بقى وولاد خالتي. حاسس انك مرتاح ولا قلقان ولا خايف؟ انا خايف. خايف ليه؟ عشان قلقان من الكهرباء دي. مفيش كهرباء هنا، ما تقلقش. ماشي؟ ماشي. تحب المدرسة؟ تحب المدرسين بتوعك؟ كلهم؟ مس عبدي؟ انت بتحبي مس حنان؟ لا مش حنان. ما مقلتش عليها ليه؟ ما هي برضه ما انت كنت مستنيه تقول كده ولا جاز اللي قال لي. ما قلتش انت ليه على طول من نفسك؟ ماشي. ايه اكتر حاجه بتكذب على مامتك فيها؟ كنت فكت لها التليفون خالص وكنت ارميه لها من الشباك وحطيته في البلكونه. عملت فيك ايه؟ ضربتني. وانت كنت بتعمل كده ليه؟ كنت بتنتقم منها صح؟ عشان هي مش بتديك التليفون مش كده؟ ساعات برضو ما تدينيش. بتشتم شتايم وحشة؟ لا مش بتمش والله ساعات ما بشتمش. ساعات ما بتشتمش؟ يعني في الأغلب بتشتم؟ ساعات ما بشتمش وساعات بشتم. تشتم بتقول ايه؟ لا مش هقول هنا. هي وحشة قوي للدرجة دي؟ مش هقول هنا. وحشة قوي للدرجة دي؟ ممكن أقول له يا رخم. يا رخم؟ شايف نفسك تخين ولا رفيع؟ بص في المراية بلاقي نفسي تخين. في الحقيقة؟ تخين أصلا. وشايفني أنا تخينة ولا رفيعة؟ تخين. ما انت زي برضه مش رفيع. طب ايه ده؟ رفيعة؟ هي ايه بالظبط؟ انا رفيعة قوي. رفيعة قوي. حد شال الباروكة دي؟ باروكة؟ بس اسف في العربية. بتحبني ولا ما بتحبنيش؟ انا بحب الممثلين كلهم. وانا بتحبني ولا لا؟ بقول لك كلهم. يعني انا بسأل عن نفسي، بتحبني ولا لا؟ ليه؟ ليه ما بتحبنيش؟ بقول لك بحبك. انا عملت ايه والله؟ بتحبني ولا بتحبنيش؟ والله بحب. قولي كده. ماشي.